نقدر نجود، نقدر نحط الشوك نعلي الورود، نملأ لياليهم هنا نخلي الفرحة تسود، ما دامنا نملك نفس واحنا على قيد الوجود، نقدر نجود. رمضان 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 بالخير تعود. التكنولوجيا دائما سلاح ذو حدين، والشخص المستخدم لها هو اللي يعرف كيف يستخدمها ومتى يستخدمها. مشاهدينا الكرام، مساءكم سعيد. دخلنا على العشر الأواخر وبدأت الهمة وبدأ النشاط وبدأ الاجتهاد، وكل واحد بيحاول إنه يستفيد من ما تبقى من شهر رمضان أكثر من الأيام اللي فاتت. عشان كذا وإحنا نتكلم عن السلوكيات وننتقل من سلوك إلى آخر، حبينا نتكلم عن سلوك مركز نوعاً ما ويستحب عمله والإكثار منه خلال العشر الأواخر. صحيح ممكن تعمله في رمضان وفي غير رمضان، بس يكون أحب خلال هذه الأيام إذا استغليته صح. موضوع اليوم اللي بنتكلم عليه هو الذكر. كيف الذكر؟ إحنا كل يوم نذكر الله، صح؟ إحنا كل يوم نذكر الله بس بطرق كثيرة ومتعددة ومختلفة. اليوم بنركز على طريقة معينة، أو مش طريقة، بالأصح طرق معينة. أول الطرق هذه اللي بنتكلم عليها إيش؟ الحج والعمرة. حج وعمرة، إحنا في مكة ولا إحنا في اليمن؟ صحيح إحنا في اليمن، بس بنحج وبنعتمر. كيف بنحج وبنعتمر؟ بنعرف كيف بنحج وبنعتمر. خلونا ناخذ الموضوع خطوة خطوة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، بما معنى الحديث، إن إذا الناس صلوا الفجر في جماعة وبعد ما صلوا الفجر في جماعة جلسوا يذكروا الله لغاية ما تطلع الشمس، وبعد ما تطلع الشمس صلوا ركعتين، كتب الله لهم أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، يعني ثلاث. معنى كذا إن بإذن الله صحيحة. وفي رواية أخرى إنه إذا الجماعة هذول عملوا نفس الشيء اللي هو إيش؟ إنهم يصلوا الفجر في جماعة ويجلسوا يذكروا الله، وبعد كذا إلى أن تطلع الشمس ويصلوا ركعتين، كتب لهم حجة وعمرة تامة 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 ثلاث مرات. وفي رواية أخرى إنه يغفر لهم خطاياهم ولو كانت كزبد البحر. وفي رواية ثالثة إنه هؤلاء الأشخاص اللي عملوا برضو هذا العمل لم تمسس جلودهم النار بإذن الله. العمل بسيط وسهل ومش مكلف. الوضع في رمضان مساعد، ومساعد كثير. ليش؟ لأنه غالباً الناس صاحيين لين الصبح، فإيش اللي يحصل؟ اللي يحصل إنك تصلي صلاة الفجر في جماعة، وإحنا أكيد عارفين إن الجماعة ممكن يكون شخصين ممكن يكون أكثر من شخصين. بعد ما تصلي أنت وهذون الجماعة تجلسوا في غرفة، تجلسوا في مجلس، تجلسوا في صالة، في أي مكان، تعملوا زي الحلقة وتجلسوا تذكروا الله. كيف نذكر الله؟ في كل عيلة أكيد سبحان الله بتلاقي شخص عنده الروح الدينية، عنده الخلفية الثقافية عن قصص الأنبياء، عن قصص الصحابة، عن أيام الفتوحات، عن الله ورحمة الله، قصص كثيرة. لازم بتلاقي شخص عنده معرفة إيمانية زيادة حبتين في الموضوع. خلوه يجلس يأم فيه بكم ويحكي لكم قصص وتتناقشوا بقصص لها علاقة بالذكر، لها علاقة بالإيمان، لها علاقة بالإحسان، لها علاقة بأي صفات ممكن تكون محببة خلال شهر رمضان. بعد كذا كملتوا عملتوا ذكر،
عديتوا فترة معينة، شرقت الشمس، صليتوا ركعتين، برضو كل الناس اللي جلست لهذا الذكر كملتوا، رحتوا لفوق السرير، نمتوا، انتهى الموضوع. وانت في بيتك، في الصالة، في غرفة النوم، في الديوان، في أي مكان، عمل بسيط ومش محتاج منك أي تكلفة. في أحسن من كذا؟ لا سفر ولا تذاكر ولا تتعذر اليوم أنا عندي استطاعة بكرة ما عنديش، بكرة أصلاً عندي أولويات، بعد بكرة أصلاً ما سددتش ديوني، وكل سنة عذري يقر الثاني. في أحسن من كذا؟ ما فيش. كل الناس خلال شهر رمضان تكون حريصة جداً إن هي تعمل الأعمال اللي تدخل لأكبر كمية ممكنة من الأجر عشان رصيدها يعلى. وبالمقابل في ناس يقول لك أصلاً ما عنديش، أصلاً ما قدرش، أصلاً وضعي صعب، أصلاً ظروفي، ويكونوا محقين. بس عمل اليوم مش معتمد ولا على زمان ولا على مكان. حسب الله وإنك جالس تواتساب لغاية بعد صلاة الفجر، تأنتر، دخلت الماسنجر، عجبك المنشور الفلاني، علقت، فلان هادرك، فلان دخلك في مجموعة جديدة والواتساب، وينخرط عليك الوقت ويمشي بسرعة لغاية 8 الصباح. الموضوع ما يكلفكش ساعة، ساعتين بالكثير. وتذكر أجر حقة وعمرة تامة تامة تامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك يا غالي. ايش تعمل؟ والله جالس اكتب افكار عشان اعلقها ويشوفوها الناس. انا بيشوف الناس الحين. شوف، انا باخذ الافكار هذه اللي كتبتها وبعلقها جنب البيت، في الشارع، عند الباص، جنب المحل، في اي مكان عشان الناس تقرا وتلقى اجر. وانا لما كتبتها القى اجر. حلوه والله. الله يرضى عليك. ايش رايك تساعدناها؟ الأول من أنواع الذكر اللي ممكن إنه تفيدنا خلال شهر رمضان وتعلي رصيد الحسنات اللي إحنا مخزنينه من أول الشهر. النوع الثاني من الذكر واللي ممكن كمان يكون له قيمة تربوية قبل كل شيء، القصص النبوية. زمان كانت وسائل الإعلام تثرينا بهذا النوع من أنواع الذكر، قصص الصحابة، قصص الأنبياء، سيرة الغزوات، الفتوحات الإسلامية. لما كنا نقري عن واحدة من هذه الأشياء في كتب السيرة أو نقريها في موقع إنترنت أو نحضر عنها محاضرة، كنا نجلس نتشوق لإحساس واحد، الله لو كنا حاضرين معاهم أثناء الغزوة الفلانية، ولا الله لو كنا حاضرين مع فلان رضي الله عنه لما حصل له كذا وكذا وكذا. إيش الاستشعار اللي ممكن نحسه في ذاك الوقت؟ فكان من متابعتنا لهذه المسلسلات نحس إنه إحنا موجودين في العصر حق زمان، ونتحمس ونضحك لو ضحكوا، ونحزن لو حزنوا، ونبكي لو بكوا، وكان إحساسنا قريب جداً من الأحداث اللي تحصل معهم. للأسف الشيء هذا انقرض. ليش؟ تحت عذر الجمهور يشتي كذا، والجمهور ما بقاش متذوق لهذه الأشياء من القصص والسيرة والفتوحات وإلى ذلك. عشان كذا اللي ممكن إن احنا نسويه إن احنا نشوف من الشخص الكبير في الأسرة أو الشخص اللي شاهد مسلسلات كثيرة تتكلم عن هذا النوع من السيرة النبوية القديمة، الصحابة، خلفاء الراشدين، الأشياء زي دي، ونجلس نعمل معاهم عصف ذهني ونتذكر هذا الموضوع. الآن لو تجي تسأل حد إيش آخر فيلم حق هاري بوتر شفته، على طول بيقص لك القصة. اسأل الثاني إيش آخر فيلم نزل حق جيمس بوند كان يعمل فيه ويترك، على طول بيسرد لك الفيلم من أوله إلى آخره. لكن تعال اسأله متى كانت فتح مكة؟ سؤال صعب، وكأنك بتدخل في بو موسوعة جينيس. الناس ما بقاش عندها همة لهذا الموضوع، عشان كذا
من خلال هذا النوع من الذكر اللي إحنا ذكرناه بنثقف أنفسنا بمعلومات إحنا محتاجينها عشان نربي أبناءنا عليها. ليش يقال على القرآن إنه صالح لكل زمان ومكان؟ تعالوا شوفوا كم عمره ومع ذلك صالح لكل زمان ومكان، لأنه مرن، فيه نوع من المرونة، يتناسب مع أي زمان ومع أي جيل ومع أي تفكير ممكن إنه الناس تتطور فيه أو تنزل فيه. تعال الآن على مستوى بسيط، وللقرآن مثل أعلى أكيد، تعال على مستوى بسيط، لو لبست شميز أو تيشيرت من موضة عام 2002 وخرجتها في الشارع لابس قديم، يوح أيام حرب الزماميط، من عاد يلبس من هذا النوع؟ من عاد في معه من هذا النوع؟ الناس ما عاد تخيطش كذا، الناس ما عاد تلبسش كذا، وهات يا حشوش، لمجرد إنك لابس حاجة عفى عليها الدهر. بس القرآن سبحان الله في أي زمان في أي مكان يمشي مع كل الأجيال، يمشي. عشان كذا الزمن اللي احنا فيها الآن، بقى الإنسان مننا اللي ماسك على دينه زي اللي ماسك على جمرة، يا أما فلت وحرق يا أما مسك عليها والله سبحانه وتعالى أعطاه القوة والصبر. الذكر من هذا النوع لازم إن احنا نكون حريصين عليه في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان، بس حلاوة الشيء لما أنت تبدأه في شهر رمضان ويعطيك همة وعزم وحماس، ولما يكمل رمضان وتتذكر هذا الشيء يقول الله رعى الله أيام رمضان كنا نفعل ونسوي ونترك، والله بعيد هذا الشيء مرة واثنين وثلاثة عشان بيني وبينه ذكرى معينة وهي رمضان. مشاهدين الكرام، نتمنى إنه كل واحد عنده إبداع وعنده إمكانيات يبدع في مسألة الأذكار اللي ممكن إنه يحفز نفسه ويحفز الآخرين عليها. بكذا نكون وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، ولنا لقاء آخر معاكم بإذن الله إلى نهاية شهر رمضان المبارك، ورمضان بالخير يجمعنا. نقدر نجود، نقدر نحط الشوك نعلي الورود، نملأ لياليهم هنا نخلي الفرحة تسود، مدامنا نملك نفس وإحنا على قيد الوجود، نقدر نجود رمضان.